ما كانش عندي التخوف ده، ويمكن اتكلمنا انا وانت شويه بره الهوا وجوه برضو، انت اتكلمت شويه على حاجات في المباراه وحاجات في الاجواء المحيطه، وكان عندك التخوف ده وقلت لي في حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي اليومين دول لازم نتصدى لها. خلي بالك يا كابتن ايمن، هي الحمله مش مباراه الزمالك بس او الحكم بس. يفتكر كلمتي دي، ربنا يحيينا ان شاء الله. مباراه الوداد هتلاقي نفس الحمله، قبل مباراه الوداد هتلاقي برضو في حمله ممنهجه. خلي بالك كل الحملات اللي بتتعمل دي ممنهجه ومدفوعه الاجر وباوامر على النادي الاهلي، وافتكر كلام ده. ربنا يحيينا مباراه الوداد، وشوف وقتها كم المشاكل اللي هتصدر للنادي الاهلي عشان يخرج اللعيبه، خرج الجهاز الفني عن تركيزهم عن مباراه مهمه ومصيريه. الفتره اللي فاتت ده فلان ماشي من النادي الاهلي، ده اللعيب ما اعرفش مين بيتعاقد مين معاه نادي مين، ده الجهاز الفني ريني فايلر بيصدر لك كم مشاكل عشان يبدا يعمل لك مشاكل وبلبله جوه الفرقه. ما دي من ضمن الحملات المغرضه اللي بتتعمل. بس هو النادي الاهلي اكبر من كده يا اسامه. طبعا طبعا. انا النهارده يعني احنا كلنا زعلنا بعد مباراه الاهلي والزمالك اللي الاهلي خسر فيها، ده طبيعي. النادي الاهلي حتى لو انت حاسم الدوري من بدري وفارق النقاط كبير زي ما احنا بنتكلم، لكن لو بتخسر اي مباراه في الدوري مش مباراه الزمالك بس، نبقى احنا كاهلاويه متضايقين وزعلانين، ده طبيعي. لو كل النقاد راحوا لحته النقد في المباراه دي مثلا على ريني فايلر، تشكيل مثلا خطا او لعيبه غير موفقه او اداء لعيبه، نقد مقبول ممكن تقدر تتكلم فيه وتناقشه عشان تبني الفتره الجايه هي الاهم. لكن النقد زي ما بقول لك كان مغرض ومدفوع الاجر، راح لمناطق تانية. الهدف منها ايه؟ زي ما الكابتن علاء قال، قال لك البطل دايما الناس بتزهق من المكسب بتاعه. لا، ازاي النادي الاهلي يعني يبقى هو البطل على طول؟ البطل على طول، احنا عايزين نغير، عايزين نعوره، عايزين نوقعه. ما تيجي من خلال الحملات دي. اما لو كانت او النقد كان في خلال الحاجات دي، النهارده انت فريق بطل ماشي 21 مباراه، فايز 18 مباراه، بيحقق ارقام قياسيه. لما يحصل سوء توفيق في مباراه ما تبقاش الدنيا تتهد. الحاجه الثانيه النهارده وانا بسوء الحاله دي، وانا هتفق معاك ان انا مش هقول لك ان احنا كنا في احسن حالاتنا، كنا في سوء الحاله بتاعتنا في مباراه الزمالك. طب اديني حق النهارده كحكم وموجود فار، اديني حق النهارده في ظل وانا وحش، انا عايز حقي. انا قلت لك يوم المباراه انا متخوف من حكم المباراه. صحيح. خاصه انك انت النهارده لجنه حكام، عندك دوريات كبيره متوقفه وعندك حكام كبار واقفين، كان من الاولى انك تخاطب الاتحاد الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الالماني، تجيب حكم درجه اولى عشان يحكم المباراه دي. خاصه ان اخر مباراه خسرها النادي الاهلي في الدوري موسم 2019 كان امام بيراميدز من نفس الحكم. بس عايز اقول لك حاجه، في ماتش الزمالك اللي فات على فكره احنا ما كناش بالسوء ده قوي، احنا كنا في اوقات اسوا من كده وبنتعادل او نكسب. انا بكلمك يعني في اسوا الحالات، ان احنا لو احنا وحشين انا هتفق مع الناس عشان الخساره اقول ان احنا وحشين. لكن وانا وحش النهارده اديني حقي. النهارده الفريق اللي الحكم جاي على الاهلي في ركله في ضربه جزاء وفي طرد للاعب الزمالك بعد ما الكره باينه، لكن النهارده الحمله اللي اتعملت بعد المباراه هي دي كانت حمله مغرضه، وزي ما اقول لك مدفوعه الاجر وباوامر. لكن النهارده بقى الشعار بتاع النادي الاهلي جمهوره ده حمايه. شوف بقى وعي جمهور النادي الاهلي وحلاوه الجمهور، عظمه الجمهور، لما يبدا يلاقي خطر على ناديه وعلى لاعبته اللي هي اسلحته، شوف بقى الوقفه. خلي بالك الدرس ده اتعمل السنه اللي فاتت في دوري السنه اللي فاتت. للاسف الناس ما اتعلمتش الدرس، عايزين يعيدوا الدرس مره ثانيه. صحيح. يعني وهيتعلموا برضو من الدرس بتاع السنه دي، والنادي الاهلي هيبقى بطل الدوري وهياخد البطولات باذن الله رب. اتمنى بس يبقى دي رساله بسيطه اللي يقرب ناحيه النادي الاهلي، عنده جمهور يعني يقدر يحمي النادي باذن الله رب العالمين. قبل ما نطلع ناخد